بعمقاسك لليوم معنا صبية كتير أمورة وحلوة اسمها بان، رح نحاول نغير لها ستايلها من لبس وشعر وميك اب، فيلا نبلش سوا. اسمي بان الغصين، عمري 19 سنة، بدرس إذاعة وتلفزيون، حبيت أشترك مع آية بعمقاسك عشان أغير ستايلي. البداية مع بان رح تكون بمحلات مانجو لنغير لها ستايل لبسها. وصلنا هلا انا وبان على محل مانجو لنقي لها ستايل جديد من اللبس. زي ما عرفتوا بان عمرها 19 سنه ولسه بالجامعه، فبدنا نقي لها ستايل كاجوال تقدر تستفيد منه بالجامعه، وبرضه اذا بدها تطلع بالليل مع صحباتها يكون الوضع تمام. هلا طول بان وجسمها متناسق، فالمفروض انه كل شيء يلبق عليها. رح نشوف هلا نقي لها البق شيء لجسمها وطولها. واللي عرفته عن بان انها بتحب الالوان الغامقه، فاليوم بان رح نطلعك من هدول الالوان، بما انه نحن مقبلين على فصل الربيع، فبرضه بدنا نقي لك هيك الوان فرحه شوي غير اللي انت لابستيهم. فيلا نبلش. يلا دائماً بعمقاسك هو تغيير ستايل الشعر، فهلأ رح ننتقل لفرانك بروفو مع ستيف لنشوف شو رح يعمل لها بشعرها. احكي لنا شو رح تعملها لبان اليوم؟ الأول كيف بدك تقصي؟ عصير. عصير، أوكي. ممكن أعمل لك قصة تكون لتحت شوي من الكتف. أوكي. بيطلع عليها كثير حلو لو تاي اند داي، في شيء بنعمله بفرانك بوفو احنا الوحيدين اللي بنعمله، شكل كثير حلو ناتشورال بالبعلك، هو كثير حلو انه يجي على شعر بيور. مع القصه اللي حتقصيها حيطلع كثير حلو. حلو، يعني اليوم رح نغير لها ستايلها تماما. طبعا نغير. حلو، طب انا رح اترككم تشتغلوا براحتكم، بنرجع للوك النهائي، اوكي؟ تمام. يلا. تمام. طيب وهلا بعد ما عملنا شعرك هي طالعين كثير حلو ناتشورال، هاي الطريقه كثير ناتشورال. شو رايك؟ يعطيك العافيه ستيف. شوفي شو عملنا. نعيما بان، لا اليوم التغيير جذري كليا باللون بالقصه هيدي الاشياء كثير بالويفي، لا التغيير جذري اليوم كثير ناتشورال هاي الاشياء. كثير انبسطت انا على النتيجه، كثير طالع حلو. يعطيك العافيه هي كثير حلوه. لا هي بان أمورة ما شاء الله عليها. طيب جنة. نعيمة إن شاء الله تنبسطي. ثانك يو كثير بالباقي سليم. الأشياء ثانك يو كثير، يعطيك العافية. طيب بان هلا وين رح نروح؟ على الميك اب. يلا وصلنا هلا مع بان لعند خبيرة التجميل منى عاشوري. منى اشتقنا لك حبيبتي. وأنا شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. جمالك حبيبتي، عينيك حلوة، عينيك جمال على جمال. حبيبتي أنت حلوة. احكي لنا اليوم شو رح تعملي لبان؟ هلا بان بالجامعة عمرها 19 يعني، فبدنا نعملها شيء فيري سوفت. واصلا هلا اجى السبرينج واصلا هلا الموضه دوي لوك، يعني صرنا نخفف كونتور. أوكي. نعمل الوان اهدى فاتحه. حلو. اوكي، فاليوم رح نعملها شيء هيك ناعم لبان. طيب رح اترككم انا تبلشوا، بنرجع للوك النهائي. اوكي يلا.
يعطيك العافيه منى. الله يعافيكي. احكي لنا شو عملتي لها لبان؟ ميك اب فيري سمبل بس عن جد صار في ترانسفورميشن كبير. صار في تغيير. يعطيك العافيه حبيبتي. ثانك يو حبيبتي. ثانك يو. طيب هلا صار الوقت لنغير عشان نشوف الستايل النهائي. يلا